السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ودي قناة صباح البنوك. أولا بنعتذر عن الصوت في الحلقة الماضية الخاصة بالبنك المركزي ومحاربة المخالفات في سوق الصرف، وأيضا ما يخص الشهادة 20%، وإن شاء الله يكون الحلقة دي الصوت فيها كويس. ليه البنوك ما رفعتش أسعار الفايدة وشفنا شهادات جديدة 20% أو أعلى، على الرغم ان التضخم مرتفع وعلى الرغم ان البنك المركزي رفع اسعار الفايدة؟ يمكن ذكرنا في حلقات قبل كده ان قرارات البنك المركزي هي قرارات عامة للسوق المصرفي كله بشكل عام. يعني لما البنك المركزي بيرفع اسعار الفايدة هو ما بيلزمش البنوك ان هي ترفع اسعار الفايدة، لان لازم نبقى عارفين ان البنوك دي عبارة عن وسيط مالي. يعني ايه وسيط مالي؟ يعني بيجمع المدخرات وبعدين يعيد توزيع المدخرات. ففي طرفين في المعادلة، طرف بيحط فلوس يهمه جدا ان اسعار الفايدة تكون مرتفعة، وطرف تاني بياخد الفلوس دي طبعا يهمه جدا ايضا ان اسعار الفايدة تكون منخفضة عشان خاطر تكلفة الاموال. ذكرنا يمكن في تعليق على قصة تكلفة الاموال، البنك بيقعد كده في لجنة كاملة اسمها لجنة الإلكو، بتقعد تشوف تكلفة الأموال عندها إزاي. خلينا نضرب مثال، لو حضرتك رحت حطيت 100,000 جنيه في البنك، حطيته في حساب توفير، في وديعة، في أي وعاء ادخاري ما عدا الشهادات، أول حاجة إيه اللي بيحصل؟ البنك بياخد منها 20%، يروح يحطهم في البنك المركزي من غير أي فايدة، فيتبقى معاه كام؟ هيتبقى 80,000 جنيه. 80,000 جنيه البنك لازم ياخد نسبة كده يحطها عنده، بحيث لو أي عمليات سحب يقدر يلبيها، مش بيستثمر كل 80,000 جنيه، فهنفترض على الأقل بيحطه عنده 10% أخرى، فبيستثمر 70,000 جنيه. تخيل أنت من 100,000 جنيه اللي حضرتك حطيتها في البنك هو بيستثمر منها 70,000 جنيه، فبيستثمرها إزاي؟ في حاجات متنوعة، حاجات طويلة الأجل وحاجات قصيرة الأجل. بعض منكم بيبقى زعلان لو هو ربط شهادة 11% أو 14% وشاف 16%. مع الناحية الأخرى، لما حضرتك بتحط فلوس بتاعتك البنك بيعيد إقراضها، فالبنك لما بيعيد إقراضها في واحد بياخد لمدة سنة وواحد بياخد لمدة 10 سنوات، فالبنك ما يقدرش يقول له لأ تعالى ده أسعار الفايدة ارتفعت وأنا هرجع لك الفلوس وعيد الإقراض من تاني. لأ، هو خلاص التزم بالقرض مع طرف آخر، كان الطرف ده فرد أو شركة، وبيلتزم بعدد السنين. يعني عمر البنك ما يجي في مرة يقول للعميل اللي هو خد منه قرض أو خد منه تمويل يقول له لا ارجع لأن أسعار الفايدة ارتفعت، مفيش الكلام ده. العميل من الطرف التاني لو راح عمل كده، طب البنك بيعمل معاه إيه؟ بيعمل حاجة اسمها عمولة سداد الكسر أو الكسر، فبتخسر جزء من الفلوس. طبعا العلاقة بين طرفين، طرف يهمه أن الفايدة تكون مرتفعة أو بيحط فلوسه، وطرف آخر اللي هو بياخد فلوس كان شركة أو فرد يهمه جدا أن الأسعار تكون منخفضة. نبقى نتكلم بالتفصيل في القصة دي. لكن ليه البنوك ما طرحتش شهادات أعلى من الشهادات اللي موجودة؟ أولا البنك المركزي لما رفع سعر الفايدة 3% كان قدامه أكتر من سبب، ده في وجهة نظري. السبب الأول، بدأت الدول تهدي شوية من موضوع رفع أسعار الفايدة. يعني الولايات المتحدة رفعت أسعار الفايدة 0.5% بدل ما كانت بترفع 1.25%. الحاجة الثانية، حول العائد السلبي إلى عائد حقيقي بالنسبة للاستثمار في أدوات الدين زي أذون الخزانة والسندات، وبالتالي يجذب الأموال الساخنة اللي احنا بنقول عليها اللي عملت أزمة خلال الفترة الماضية. فده واحدة. الحاجة التانية إن هي برضو من ضمن آلية محاربة التضخم. الحاجة التالتة، ده بيكون ليه تأثيره على الأوعية الادخارية المتغيرة، سواء كانت شهادات متغيرة أو حساب توفير متغير. فدي ده اتجاه البنك المركزي، وبالتالي الأدوات دي من شأنها رقم واحد إن هي تضرب السوق السوداء، رقم اتنين زي ما حضراتكم شايفين إن في انخفاض في الدولار في السوق السوداء، وتقريبا ممكن ينتهي خلال الأيام القادمة، خاصة إن الدولة تدخلت بقوة لإنهاء مشكلة البضائع المتراكمة اللي هي على مدى تقريبا سنة كاملة تراكمت، وخلال أيام
هيتم توفير الأموال وضخها لحل المشكلة دي. دي حاجة. الحاجة التانية، البنوك لها مطلق الحرية. يعني أنا دلوقتي كبنك مركزي لو جيت ألزمت بنك إن هو يرفع الشهادات، وليكن مثلا يرفعها ل 20%، مين اللي هيتحمل التكلفة؟ بمعنى زي ما شرحنا لحضراتكم من شوية كده، إني أنا باخد الفلوس بحتفظ بجزء السيولة، بحط حاجة اسمها الاحتياطي الإلزامي في البنك المركزي، فبيتبقى معايا جزء لازم أوظفه بطريقة إن هي تحقق لي أولاً العائد اللي أنا هديه لحضرتك، أنا بتكلم دلوقتي بصفتي البنك. رقم اتنين، لازم أحقق نسبة معينة اللي بيها تضمن ليا إن أنا أحقق ربحية للبنك، تضمن ليا إن أنا أسدد المصاريف المختلفة للبنك، فلازم أحط نسبة. يعني أنا بديك ب 16%، فالمبلغ اللي أنا اديته لحضرتك ب 16% على الأقل لازم أوظفه ب 20% أو 22%. طيب أنا مش لاقي الشركة أو المكان اللي أنا أقدر أوظف فيه فلوس بنسبة 22% أو بنسبة 20%، فده بيخليني ما أقدرش إن أنا أرفع أسعار الفايدة أعلى من اللي موجودة حاليا. طب نيجي نقول، طب ما كان في شهادات 20% وكان في شهادات 18%، دي شهادات بتبقى استثنائية والبنك المركزي بيتدخل ويتحمل جزء من التكلفة أو فرق الفايدة. دايما بنقول فرق الفايدة، يعني كل المبادرات اللي طرحها البنك المركزي بالإقراض، يعني حضرتك بتاخد مثلا 16% في غيرك بياخد ب 8%، طب الفرق ده مين اللي بيتحمله؟ بيتحمله ميزانية البنك المركزي. وده كان من نقاط الاعتراض صندوق النقد الدولي، انه عايز يضمن ان البنك المركزي يكون قوي وما يتعرضش لأي مشاكل مالية فيما بعد، فلازم الميزانية بتاعته تكون قوية، وبالتالي لما هو يتحمل تكاليف المبادرات ويتحمل تكاليف فرق سعر الفايدة، ده كله بيشكل عبء على الرقيب او على البنك المركزي. تاني لو لاحظتوا هتلاقوا خلال الفتره اللي فاتت تم نقل معظم المبادرات على الحكومه المصريه، يعني المبادره الخاصه بالصناعه تتحملها وزاره الصناعه، المبادره الخاصه بالزراعه تتحملها وزاره الزراعه، يعني كل المبادرات هتتحملها في الفتره القادمه فروق الفايده وزاره الماليه. نلخص الموضوع ببساطه، ان البنوك ما تقدرش ترفع أسعار الفايدة إلا لو لقيت طريقة إن هي توظف بيها الأموال أو عمل خارجي يتحمل الفايدة اللي ارتفعت. هل هنشوف شهادات أعلى خلال الفترة القادمة؟ أتوقع لا، خلال الفترة القادمة مع ثبات العوامل الحالية، يعني لو ما فيش صدمة خارجية زي صدمة كورونا أو صدمة الحرب الروسية أو أي أزمة تاني ممكن تطلع لنا، وبالتالي لو مفيش أي صدمات أخرى أسعار الفايدة هتستمر، وهنعمل لكم حلقة نوضح فيها أسعار الفايدة خلال عام 2023 أيضا في ضوء قراءة لما جاء بين السطور في بيان البنك المركزي المصري. في النهاية ليه البنوك ما رفعتش أسعار الفايدة؟ لأن في حاجة اسمها تكلفة الأموال. البنك بيشوف هو بيديك عائد 16%، هيقدر يوظف الفلوس دي ويحقق لنفسه عائد ويحقق لك 16% ولا لا؟ لو قدر وفي ناس قادره ان هي تقترض بفايده اعلى، هيبدا يرفع اسعار الفايده. ولو لاحظتوا خلال الفترات الماضيه بنكين بس هم اللي كانوا بيرفعوا اسعار الفايده مع قرارات البنك المركزي المصري، وده لسياسه متفق عليها لمحاربه التضخم، والفرق في الفايدة كان بيتحمله البنك المركزي المصري. خلال الفترة القادمة لا نتوقع شهادة أعلى من الحالية إلا إذا كان في صدمات تانية زي صدمات ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا على المستوى العالمي، زي صدمة كورونا، زي صدمة الحرب الروسية. كل ده لو لاحظتوا هتلاقي إن البنك المركزي بالتنسيق مع بنكين بيتم رفع أسعار الفايدة للحد من ارتفاع التضخم. وإن شاء الله نعمل حلقة كده عن توقعات أسعار الفايدة خلال 2023 مع وضع في الاعتبار حالة عدم اليقين اللي بيمر بيها العالم. وحضراتكم شفتوا صندوق النقد الدولي غير توقعاته 4 مرات خلال عام 2022، وده بسبب
إن الاقتصاد العالمي كان متقلب بشكل كبير جدا خلال عام 2022، ونعمل قراءة في عام 2023. الظروف قد تكون صعبة في أول 6 شهور، لكن لازم نتفائل وإن شاء الله نمر من عام 2023 بسلام. في عدد كبير جدا لسه ما اشتركش في القناة، بنذكره إنه يشترك في القناة، ده أبسط دعم منك لاستمرارية القناة. واشتركوا، فعلوا خاصية الجرس، شاركوا الأصدقاء لتعميم الفايدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بص كده على القناة بحيث تقدر تتعرف على الفيديوهات اللي موجودة على القناة، لان في كتير من تساؤلات حضراتكم اجابتها موجودة في فيديوهات عملناها قبل كده، كلهم بيتعلقوا بالبنوك وتعاملات العملاء مع البنوك. بنك القاهرة اعلن اليوم عن طرح شهادة جديد اسمها البريمو جولد. الشهادة مدتها 3 سنوات، والعائد متنوع على حسب انت بتختار العائد ازاي. يعني لو انت اخترت دورية صرف العائد شهري، فسعر الفائدة بيكون 16% سنوية. ولو انت اخترت دورية صرف العائد، يعني العائد ينزل في حسابك كل 3 شهور، فالعائد 16.5%. اما انت لو اخترت دورية صرف العائد سنوي، فالعائد 17.